شايفة ان هي انها بتبقى فرصة ان احنا نشوف حضارات مختلفة وفنانين من بلاد تانية، وفرصة ان احنا ندعم السياحة لانها بتبقى يعني حاجة كويسة يعني للسياحة برضو، بتعكس شكلنا بره بالظبط. والسنة دي كمان مبسوطة ان احنا بنكرم الفنانين اللي رحلوا عنا لانها كانت سنة قاسية وخسرنا فيهم فنانين مهمين، فان شاء الله المهرجان يبقى حلو. هتشوفي افلام قديمة للفنانة فاتن حمامة، الفنان عمر الشريف، الفنان نور الشريف، تحسي بايه وانت قاعدة متفرجة على الافلام دي جوه في المهرجان؟ بتعلم دايما، بتعلم وببص لهم لفوق لان هم القدوة وهم السبب ان احنا كلنا حبينا الفن.